الليل هالتكريم كيف ما هو بعادي، تكريم لراعي الكرم والمواجيد ابو ماجد اللي طيبه سرى في البوادي، واجب ان نكرم راعي العلم الطيب. علوت وانت اهل للمعالي، فللت مراتب الشرف العوالي، الشكر قليل في حقك ولكن المحبه والتقدير والدعاء لك منا. اسمه حطام واسم كل القائمين بهذا الحفل، نقول لضيوفنا يا مرحبا ترحيب كالمطر همال، والعود الازرق مع الطيب نعده لجل النشاف اللي تعنوا للرجال، ليل السعد بحضوركم يبرق برعده. قاعدين يرسلوا له، رجعوا له عنده. Bluetooth mode. والله يا أخي هات تجي وتعال تعال. انا اتوقع انه معشر يعني. الاشاره قريبه اخوي. والله طيب انه ماشي بيه حتى كذا. لكن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين، وبعد. فبعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز والكفاح للوصول للنجاح بهمة تعانق عنان السماء، قصة بدأت من عام 1413 بهمة وتحديات وتجاوز للصعوبات والعقبات، 30 عاما من الجد والبذل والعطاء في مجاله العسكري خدمة لدينه ثم لملكه ووطنه المعطاء. ها هو اليوم الأب والأخ والعم والخال والصديق الوفي الطيب يحيى طامي فارسي أبو ماجد، الذي شهرة طيبه تسبقه ومعروفه بين الناس يلاحقه، ويفوح كالمسك والعنبر والأثر المؤثر بالطيب والصدق والوفاء والنقاء. ها هو يحط رحاله محتفيا بتقاعده ومحتفلا في إنجازه عبر هذه السنين الطويلة، ليبدأ مشوارا آخر وفصلا جديدا من حياته. فنحن إذ نشارك ونبارك، ففرحتنا لفرحته واحتفاؤنا باحتفائه بهذا التقاعد مشاركة بسيطة منا، وهي شجرة في جودي وهي في شجرة جوده وكرمه كثمرة، وفي سيل عطائه كقطرة، وله منا كل الأمنيات بقادم أجمل وحياة بعد التقاعد أفضل. فيا مرحبا أهلا وسهلا بكل من حضر، ولبى الدعوة بكل شوق منتظر، فشكرا للجميع وحياكم الله تراحيب الملايين. وختاما نختم مقدمتنا بالإهداءات من كلمات ومشاعر وقصائد وهدايا وإبداعات تقدم بها محبوه تعبيرا وتقريرا له بالمحبة والوفاء والعطاء، مرحبا بالجميع. خذ ما تبي من جزل والهزل، كبه يوم المعاني في خيالك الاعصاء، بارك لمنه في قبوله وحبه، لعباد ربي مثل هم الامطار، يحيى وكل الطيب مرباع قلبه يومه خدم دولته باخلاص واصرار. مبروك يا سعد المعاني وطبه، مبروك لمقاعد في انس للاحرار، قرب دلال الكيف والبن صبه في محفلك للضيف يا واصل الجار، حتى الهواء في مجمعك زاد هبه والشجنة تهنيك يا ابن هالبار. هذا ابو ماجد رجل ما لا صلبه من صغر سنه، وقفته وقفه كبار. استاهل ابو ماجد استاهل. حضوركم يكفي. تقربوا هي الصوره دي على حضوركم. الله يخليك. الله يخليك. بسم الله.
انا والله ما يكفيني الله يكرمك. متى نشتغل؟ لما نبغى نشتغل. سلمتم ان شاء الله يا علي ابتسام علي علي ابتسام علي قرب أقول من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس وليس أخي من ودني بلسانه ولكن أخي من ودني بالنوائي. نعم ما أصدق أحدا بأمر وخاب ظنه بك وما علمت أن أحدا في معصرة إلا بادرت إليه حتى يكتب الله على يدك تيسير أمره. نعم الأخ ونعم الصاحب وأنت هذه الأمسية طيبة أشكركم الشكر الرجال الأوفياء الذين قاموا بتكريم من يستحق الوفاء أخوهم وابنهم يحيى قائم الفارس على ما قدمه خدمة لدينه ثم ملكه ووطنه. أحضرني بيتين لأحد الشعراء تغنى في قبيلته وحق لي أن أتغنى هذه الليلة. يقول رجال فارس رفرفت راياتهم نصرا قبيل النسل دوما تغلب مكارم الأخلاق فيهم بيتها ومكارم الأخلاق فيهم تكتب. فالله يعجز اللسان عن شكركم والثناء عليكم فأنتم أهلا لها وكل من شارك من أخوتنا وكل الشكر لكم. فبيض الله وجوهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.